نشير إلى الأخبار العاجلة نقلا عن مراسل تلفزيون العربي الذي يتحدث عن سفارات الإنذار التي تدوي مجددا في الجليل الأسفل تحسبا لسقوط صواريخ. إذن سفارات الإنذار تدوي في الجليل الأسفل تحسبا لسقوط صواريخ، وهذه المشاهد التي نتابعها لاعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه الجليل. إذن نتابع هذه المشاهد التي تظهر عدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه الجليل على ما يبدو بأنها قوبلت بصواريخ اعتراضية من شكل الدخان الذي يبدو في سماء المنطقة. ينضم إلينا أحمد دراوشة للمزيد، تفضل أحمد. رولا، بحسب الفيديوهات المنتشرة وبحسب شهود عيان، اعترضت القبة الحديدية الإسرائيلية بين 4 إلى 5 صواريخ أطلقت باتجاه الجليل الأسفل، الجليل الأدنى. صافرات الإنذار دوت في عدد من المناطق، منها المدن العربية عرابة وسخنين، لكن أيضا دوت في كرمئيل. في تلك المنطقة وفي أحد المفارق التي دوت فيها صافرات الإنذار تقع منشأة أمنية حساسة، سبق أن أعلن حزب الله اللبناني عن استهدافها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية. هي شركة رافائيل للصناعات العسكرية الإسرائيلية التي تنتج القبة الحديدية نفسها. من غير الواضح إن كانت هذه المنشأة هي هدف الهجوم بالصواريخ إلى تلك المنطقة، أو أن حزب الله كان يقصد قصف منشأة أخرى خلال تلك الرشقة. حتى الآن لم يصدر أي بيان من الجيش الإسرائيلي، ولم يتم الإبلاغ عن مصابين جراء هذه الرشقة. رولا، شكرا لك حتى اللحظة أحمد داراوشة، وسنعود لك في حال كان هناك أي تطورات جديدة.